ألف مليون مبروك. والحقيقة مسك الختام بقى قبل ما نختم هذا الاستوديو، خلينا نروح للأسطورة الكبير كابتن عبد الله عبد السلام، نشوف قال إيه مع هنا أبو القاسم. بشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله جولة جديدة وفوز جديد مع النادي الأهلي. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين في الفرحه ورصد الاجواء من داخل صاله دكتور حسن مصطفى. ومعي بقى في هذه اللحظات المايسترو كابتن عبد الله عبد السلام، احد نجوم الفريق الاول للكره الطايره. ده طبعا الف مبروك الفوز في المباراه النهارده والفوز ببطوله الدوري، والدوري بقى رجع مره ثانيه للجزيره. ربنا يخليك يا هنا، الله يبارك فيكي. برحب بكابتن هيثم وضيوف الكرام في الاستوديو، ببارك لهم طبعا، ببارك جميع النادي الاهلي، ببارك مجلس اداره، ببارك للجهاز الفني واللعيبه الرجاله اللي كانوا قد المسؤوليه الحمد لله رب العالمين. عايزين نتكلم على اجواء المباراه النهارده، اكيد المباراه مش سهله، يمكن مباريات الاهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص وبيكون ليها استعدادات مختلفه، فعايز حضرتك تكلمنا اكتر على الاستعدادات ليها وما وراء الكواليس. طبعا احنا مستعدين للمباراه ديت من شهر 9 اللي فات، طبعا مش من اسبوع ولا شهر ولا شهرين. زي ما انت عارفه طبعا وجماهيرنا عارفين، الدوري بقاله سنتين غايب عن النادي. الحمد لله رب العالمين، يعني مركزين ان احنا نخش اي بطوله باذن الله السنه دي لازم نكسبها، لازم نفرح جماهيرنا تاني. كان اول بطوله بالنسبه لنا اللي هي غايبه الدوري، مركزين فيها الحمد لله رب العالمين من دور الثمانيه من شهر فات. عينينا على المباراه النهائيه زي ما انت شفت اول امبارح، الحمد لله كان مباراه على مستوى الفرقه، الحمد لله فرقه جماعيه، نفوس صافيه، روح قتاليه، شفت اداء كويس جدا مميز الحمد لله رب العالمين. النهارده يعني كنا مستعدين للمباراه، اتكلمنا مع اللعيبه للمباراه دي ناخدها مباراه كاس، هي فرصه واحده لازم نكسبها، عكس طبعا فريق نادي الزمالك، فريق محترم طبعا وفريق كبير، بقول لهم هارد لك، هم طبعا بيلعبوا على فرصتين لازم يكسب النهارده، فهو الضغط النفسي عالي عليه. احنا كنا مركزين وقلنا اللعيبه لازم نهدى، زي ما حصل السيناريو في الشوط الثاني كنا مهيئين نفسنا كويس جدا ليه، لو حصل فرق لينا والفريق الزمالك رجع تاني للمباراه لازم يكون في هدوء اعصاب. حصلت الحمد لله رب العالمين، قدرنا نترك الموقف الحمد لله، وخدنا الشوط الثاني وكملنا الشوط الثالث بشكل كويس الحمد لله، وبارك للفريق الحمد لله على المباراه. يعني اكيد مجهود كبير جدا مبذول. حقيقة انا كنت عملت لقاء مع حضرتك في اول مباراه في الدوري وقلت لي ان الموسم ده هيكون مختلف، تجربه جديده، والحقيقه قد كان وقدرتوا فعلا تحصلوا على بطوله الدوري، فعايز حضرتك تكلمني على هذا الموسم مختلف، تجربه جديده. اكيد طبعا تجربه جديده، جهاز فني متغير كامل جدا، في لعيبه جديده يعني مش جديده على الفريق، جديده اللي هي تنزل الملعب وتشارك بالشكل اللي انت شفته دوت. الحمد لله كنا مستعدين، خدنا الموضوع واحده واحده، قدرنا نتاقلم اللعيبه على الجو اللي موجود دوت، وزي ما انت شفت يعني الحمد لله رب العالمين انسجام واضح من اول ماتش في الدوري لحد وقتنا هذا، فبشكرهم جدا وبشكر الجهاز الفني. ان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي، عندنا بطوله افريقيه مهمه جدا، نحتفل اليومين دول بالدوري، لازم افريقيا ان شاء الله رب العالمين منظمينها، لازم نحصدها باذن الله رب العالمين، ونرجع للكاس ان شاء الله رب العالمين يوم 28 ان شاء الله، نبارك لي لجماهيرنا لمجلس ادارتنا واللعيبه المحترمين دوت والجهاز الفني، ونرجع الكاس برده كان غايب بقاله 3 سنين ان شاء الله رب العالمين، ايد واحده كلنا موجودين باذن الله وربنا يكرم، ونرجع كل لقب غايب عن النادي الاهلي ان شاء الله. في النهايه بقى عايز حضرتك توجه رسالتين، رساله لجماهير النادي الاهلي اللي بتدعمكم الحقيقه طوال الوقت، يمكن ده بنشوفه كمان من خلال السوشيال ميديا، ورساله لسيدات كره الطايره اللي عندهم مباراه مهمه جدا وحاسمه غدا بالتاكيد. يعني اول حاجه بقول لجماهيرنا مبروك، دي حاجه يعني قليله ممكن اعوضكم بيها، زي ما متعودين من فريق طايره في النادي الاهلي اللي احنا اي بطوله بنخشها او الموسم بنخشه بنحقق فيه جول البطولات، بقول لهم ان شاء الله رب العالمين ده يعني عيدية بسيطة ليكم عشان العيد ان شاء الله رب العالمين، بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ربنا يكرم ان شاء الله افريقيا نخشها ونرجع الكاس ونحقق المراد كله بالبطولة اللي داخلين فيها الموسم ان شاء الله. طبعا بقول فريق السيدات هارد لك على مباراة امبارح، انتوا احسن، ثقتنا فيكم كبيرة ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله بكرة تحسموه، انتوا فتيات الذهب، انتوا فريق وجهازكم الفني محترمين ان شاء الله، ربنا يكرمكم وان شاء الله نبارك لكم بكرة على الدوري باذن الله. بشكر حضرتك جدا والف مبروك مرة تانية، ومستنيين بقى بطولة افريقيا كمان ان شاء الله. ميرسي جدا.